ومع أروح عبيت جدي وبيت خالي وبيت عمي، ويعني هي كنت كتير مبسوطة. فات صاروخ كمان على الملجأ، بس كان في درج حماية. فاتت شظية بإجري، بنتي هاي جارتنا يوم طفلتين، أنا شفتهم يعني بطلت أقف على إجري. يوم كنت أتوجع كثير يوم فاتت بإجري، حسيت حالي يعني تخيلت إنه بدها تروح إجري مثل البنات اللي كانوا. ويوم طلعنا من سوريا زعلت كثير، لأنه كنت حابة أضل هناك، لأنه هون تشردنا وما لقينا مكان نقعد فيه. اللي مسك ما بيعرف مثلا بده رقم تليفون تصل بالفوضية من حال الطفل. علموني يعني إشي أصنعه، إشي أسويه، يعني شو مثلا أسوي لحتى أروح هذا الإشي مني. كنت عصبية يعني صرت أرتاح.